عبادة التأمل من أهم وأرقى العبادات. كلنا محتاجين نقعد مع نفسنا ونفكر في حياتنا وندور على الخير والجمال اللي كتير مش بنشوفه. هتتفاجئ إنك أنت هتلاقي كنوز كتير حواليك مدفونة في وسط صخب الحياة وزحمة الدنيا، كنوز في آيات وعبادات وأخلاق نسيناها وسط صراعات الحياة، كنوز في أحاديث للنبي وقصص الأولين والآخرين والأمثال والكتب. لو ركزت فيها هترسم لك طريق السعادة في الدنيا والآخرة. كنزك بين إيديك وفي كل شيء حواليك، بس أنت دور عليه وأكيد هتلاقيه.